السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدن بعد مغلسين ولقيهنا أكو صور علي. أوك هلاك صوبه أوك هلاك يمادو. هناك أوك هلاك صو هلاك صو صار الله سعانو دو أوك هلاك هنا ما نتشينا. هلاك صوبه الله سعانو. نقول دجال ككم تشينو. حدود كم هو يدين باله. ما أنت. ملا الله سكواش تلا قد قال ما يهونسي أي ولدون السو إن إمارتي أي كود قالن توي ما نقول بديك يلا صدون سان دباتو هذا كني هذا بلا فرصلا وهذا كي أي نقول هايين بلو يك هلا كنا إلى مدة أديك هذا الفرصتين مش ملا حد قد قال كبدلهم نحن أول بلا جه هاي رسمي إسرائيل بكاميرا إسرائيل واحد سمستان واحد يعرض سكيورتي بافرسون يا أوان لو صور دافن ملا أي أنا يقول هاي أي قبسلا ودمان يقول هاي بيروت كميت هايو يا سيريا كميت هايو واسي أي دات كودو إلا ليا ما تلاكين إن بغ لركين يقول اللقود يلا قول لحد يعلمو وها السبب دات كي إنك إنك ميلا هاي ولي إيميك آمي سن إيميك ماتا قار با واحد كل إيهيم با يعني دقال دا هو تكو صوغا دي SSB يلو كاها برش على هاي دقان كسوغا دي وحا كدن بيان مصبحيو مصبحي بعد دوني إنه دور الشرع كسي دارس هذا ودور الشرع إما كقولنا هذي بالقصيرو دور كعشرة نوع حالين أي أقول لي إنه يقول لي هاي أنا قال لها موسى ولا وبلدت كمان تعال تقول عين كاي هاي بس كم مسكح له عين كات هاي إن عدو يو صاحب كان جرينين يو حلا قلت ده قال ما يو يا بدت كم نوع عاصا ينهو له تلو دورنا ما أنت ما دارت تلهس بقودني وح كهلا يو أقعد دقال كاك صولا ما أركسيت ما أنا مغلسيت ما لا يعني وا مركي هربا أي دي دناهين أو أي لا عيد لا هاين عصار كوالو جيدين قلوا لي كابر تعالى وضيع شيء سامي يقولوا لي كي كلا عيد ما نكلا فرفري ولي بكو ودني كتيرة أمر تعالى ده ودني كتيرة وقولوا لي كعيد ما ده فرفري يسوس بيد كورتيجير يا كوا حنوك السماي لنا ملا أمر تي جن عصيبنا كده جينا يو من أن قولوا لي بقينا تيرة وسومالي لان قبيل أهان يسرهان النب أيو دولة يا إنه لصة ما يستوي هذا واحد لصة ما يستوي لنا جن عصي بل والدة إنت على جاكم لقال كي مكان عاي أردن سدى يقولوا لي كي جرادلي أيو ترتشمين ee doonayeen inay maskaxaha dadka maxasta ay waxba galin inay primitive ah u dhex fadhiisteen waxay ku oran jireen anagu Soomaaliland lama dagaalamayna Muuse Bihi baan la dagaalamayna waxaad mooreysaa inay garaadadaasi ahaayeen xisbi mucaarada oo kamira jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland sida ugu dhigayeen qoloyinka wadani taageersan wali alaankaana jiiba taagin oo dagaalada halka yaalla guul laga gaari maayo ilaa isku dhinac laga wada noqdo dadkuna ay isku wada cadi u noqdaan dadka reer Soomaaliland cadiga Soomaalida waa inaan ka midaysnaano laakiin imi kala gaban midaysno qaar ba kuwa waxa ay dagaal soo kayeen ugu lahaa wixii ka dhacay la saanood dadkii caabul waa ka imanayay dadkii galow ka soo kasoo dagaatsigay dadkii gaal ka hayay ka soo dagaatsigay dadkii ciciye ka imid dagaal soo kayeen waxa ay meesha ka dhacay lacagii imina soo talaga urunayay wali waa dadka wada saan idin ahdo saaxiib ayaan aan hadii jirin ka dhacayoo war xisbiga kulmiye حسبيا كرمية حلقو دور تارين تاعي كاسا دفاع عن غرق وايو قفا إذا نسكو عدو هاي نسكو ليستيني ما بنا غنك التان با سيكو قفا عدو وما هستان ماتا نما كان دولا كسو غادي عدو وما هستان وهو كليها مصبحي با صدري مصبحي يلو البحان تقرمي يهو قرمي اي اي الائنس اسمو دين قرمي صاحب سينما يوحا مارتي قرمي كده حيسيني مارتي أنا ما هاي كاسا فليان قو آم وده فليان والله ياب إلهي كان ياب يا أكا سوامت وحنا لكن آديات يعني ما حد نك أقدر يا ذات كيرير سومال يعني ولبا كل مية يهور سيد سيدي عيمات يونايتد حلفاء وعين يوم تشاهد كي عبد الله درول سيدي عيمات أودو ده أيوسو عينوتو سن magalada hargeysa inkastoo ay doonayeen galanaaso inay ka dhex abuuraan golooyinkii wadani oon arkayay carabkii wadaniga joogay baa lahaa maya waa laga cayn kana dagaal mid lahaa mid baa dilay uga daba tagi waayo dadka noocaas ee waxyaalaha maartay caadifada ku ololeynaya xisbiga wadani ku jira waxaan leeyahay war ka waantooba waxa umadda kale ka haynaya wadankan wuxuu u baahan yahay midnimo
wuxuu baahan yahay qaran la wada difaaco wuxuu baahan yahay dadka halganka ku sultan ee hoggaaminaya inay wadanka leadershipka ka sii ahaadaan waayo iminka la isma aamini maayo cadowga active ee qoryaha inoo sitay maanta gobolada bariga ka dagaalamaya ayaabay qaanweli u haysaa inuu saaxiib lahay ku leeyihin muuse bixi baa soo diray yaa muuse bixi ayaa soo diray bay inay leeyihiin waa halka halka la kala taagan yahay qaar baa u haystay inaan muuse bixi u taageero reer ahaan iyo waxa maaha waa halka uu ka taagayay qadiyada iyo dagaalka iyo difaaca wadanka yaa cadowgii soomaalida kusoo duulay jabkii ciidamadeenna ku dhacay wixii ay maleegeen xisbiga wadan iyo dadka ay cagaha ku qaataan ayaa maanta la doonayaa in laga dhaadhiciyo oo layna yidhaahdo waxa ka dambeeyey oo dowladda ka dambeysay dowladii dowlad noqon mayso haddii ay dadkeedu si boordka kala noqdaan waanaynu u taagnay wixii uu lahaa cadde gudan annagu dagaalka kuma jirno annagu dagaalka waanu ka soo fikiraynaa yaa iyo dabarjabintii buurta gacanliba marka maanta waxaan doonayaa balhabar jalada wadani taageersan maxaad ka damacsantan xisbiga wadani maanta waa inu soo saaray statement waxaa meeshaa ka taagan kolan laba farood baa taagaysaan kolan saddex farood baa taagaysaan isagana taaga da imika ya ilaa isaga xataa taagaysaan waama fahmi laha meesha kadi inu soo socoto walyaalaheen walyaalaheen arrintu meel xun bay maraysaa koobadhaa doorashadaa aynu ku kala baxno doorashadaa annagaaba iminka u baahanba waxaan in la kalagareeyo ya in la kala garayo marka idinkuna reer wadaniyow waa inaad arrinkaa ka soo hadashaan maanta qasab bay idinku tahay inaad meeshaa taagan tihiin weli la ogaado ma inaad halkii hore taagan tihiin oo tiraahda anagu dee dagaalkaa kuma jirno oo sidiinii soo cadaysataan ya ilaa annaga waxay noo noqonaysaa waxaan doorashada ku galnay arrinta caynkaasi ya ama waa inaad tiraahdaan waxaanu hiil iyo hooba la garab taagan nahay dadka xaggooda iyo tiratarigooda iyo dalkooda iyo maaratay caruurtooda u dagaalamaya ee weliba s s b da u badan ee mikan cidina ugu tegin ya